يوجد في بلدي مجموعة يتبعون الحزب الديمقراطي السلفي، قمنا بالكلام وهجرنا، هؤلاء القوم أفسدوا مصرنا إفسادا كبيرا. الحزب الديمقراطي السلفي هو أصل كثير من المصائب التي نعيشها هذه الأيام سامحهم الله. والغالب فيهم أمران لا ثالث لهما، التأويل والجهل. الذين عندهم بصيص من علم هؤلاء يتأولون، والباقي قطعان عظيمة من المقلدة، فلا بد من نصيحتهم ويعني محاولة ثنيهم عن ذلك الأمر ما استطعت إلى ذلك من سبيل. أسهل حاجة إن أنت ما لا تسلم عليهم ولا تكلمهم، ده أسهل حاجة. لكن أصعب حاجة إن أنت تناقشه وتكلمه وتفهمه مرة واثنين وثلاثة، وتصبر عليه وتحن عليه وتطبطب عليه وتكون معاه لغاية لما ربنا يهديه ويخرجه من هذه العماية، وهي عماية سوء. هناك محاضرة كنت ألقيتها في إحدى محافظات الصعيد اسمها القول البديع في الرد على غلاة التكفير والتبديع. أرجو من أخي أن يرجع إلى هذه المحاضرة، سيجد فيها مادة تنفعه إن شاء الله.